السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو عملية التسخين وما بعض الأخطاء اللي يقعون فيها الأشخاص في عمليات التسخين أو الاستطالات. طبعا الكل عارف أي رياضة أنت تمارسها راح تمارس اللي هو تمارين التسخين أو الإطالات. طبعا الكل عارف حتى لاعبين كرة القدم أو السباحين تلاحظ دائما خارج حلبة المسابقات أو خارج المسبح أو خارج الملعب تلقاهم على الخط يسخنون، فبالتالي هذه عمليات التسخين مهمة جدا على أساس تبعدهم عن الإصابات الرياضية. فبالتالي أنت عندك هني فيها بعض الأخطاء، الأشخاص اللي في بعض الأمور اللي يجهلونها ممكن تسبب لهم إصابة. فبالتالي أول شيء طبعا بعض الأخطاء هذه اللي هو العقلة اللي هو أول pull up. طبعا العقلة من التمارين المهمة جدا، لازم تكون موجودة في تمرينك، ولكن ما تكون في عمليات التسخين. بعض الأشخاص يقول لك أنا خلنا أسخن وأتمرن، يروح يسخن pull up أو عقلة، هذا الأمر خاطئ. pull up أو العقلة أول شيء راح تستهدف طبعا تقريبا جميع أجزاء عضلات الجسم. أول شيء أنت ترفع وزنك، خصوصا إذا كان وزنك عالي، حتى لو كان وزنك قليل، ولكن عضلاتك ما تتحمل وزنك، ان الجسم ما سخن معك، ما وصل له الدم بشكل صحيح وترفع هذا الوزن بالكامل. يعني عضله السواعد، عضله البايسبس، عضله التراي، عضله الاكتاف الامامي، عضله الاكتاف الخلفي، عضله الصدر، عضله الظهر، هذه كلها قاعده تتحرك معك، عضله المثلثات كلها قاعده تتحرك معك في حركه واحده فقط. فانت شلون تحركها بشكل كامل اثناء عمليه التسخين؟ هذه تحتاج اساسا اول شيء انك تسخن بالشكل الصحيح، من بعدها بنص تمرينك تدخل تمرين البول اب او العقله. هذا بالنسبه من الامور انك لازم تبتعد عنها اثناء التسخين، تخلي هذا التمرين من بعد ما تنتهي من تمرينك او بنص تمرينك بالنسبه حق العقله. اما بالنسبه حق البوش اب او الضغط تقريبا نفس الفكره، لانه يستهدف عضله الصدر، عضله الاكتاف الامامي، عضله الذراع الخلفي، عضله البايسبس، هذه كلها قاعد يستهدفها معك. فبالتالي انت هني عندك ايضا خطا انك تسخن في تمرين البوش اب. ابتعد عن هذه الطرق كلها، خلها بنص تمرينك. طريقه التسخين الصحيحه اول شيء انك تمشي لك من 10 دقائق الى ربع ساعة تقريبا تسخن جسمك بحركة كاملة، من بعدها تسخن مفاصل جسمك بشكل كامل اللي هو تسخن الذراع، تسخن الأكتاف، تسخن مفاصل الجسم، عمليات استطالة قليلة. من بعدها لما تسخن تسخن التسخين الخاص، في تسخين عام اللي هو عام الجسم، في تسخين الخاص تستهدف بعدين العضلة اللي انت راح تلعبها، مثلا بخمسة كيلو او باثنين كيلو او بواحد كيلو تسخنها، تلعب مثلا 30 تكرار الى 40 تكرار ولو 60 تكرار، على اساس يوصل الدم حق هذه العضله اللي انت تستهدفها في تمرينك، من بعدها تدش تمرينك بشكل صحيح. فبالتالي راح ان شاء الله ابين لكم ايضا بالفقره الثانيه طريقه التسخين الصحيحه والتسخين الخاص والتسخين العام، على اساس تكون واضحه امامكم من خلال هذه الحلقه. فحاول دائما تلجأ حق عمليات التسخين الشامله وعمليات التسخين الخاصة، من بعدها دش تمرينك وضيف البوش اب والبول اب في تمرينك، من بعد ما انك تنتهي من التمرين او في منتصف التمرين تقدر تضيفهم، على اساس يساعدونك بشكل كبير على الاستفادة من دون اي اصابة رياضية. وهذا كان موضوعنا في هذه الحلقة، اتمنى ان الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل في تمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم مجموعه تمارين وهي عباره عن تمارين تسخين مفاصل وعضلات الجسم. اول شيء هذا التسخين يعتبر تسخين عام، من ابتدئ من اللي هو منطقه الرغبه بهذه الطريقه، احرك الراس وبهذا الشكل بشكل دائري، وايضا احرك بهذه الطريقه العكس بشكل دائري لمده تقريبا اللي هو 20 ثانيه الى 30 ثانيه بهذه الطريقه. من بعد راح انتقل حق مفاصل الاكتاف، راح اثبت الذراعين بهذه الطريقه، احرك بهذا الشكل ايضا بشكل دائري، ايضا احرك بهذه الطريقه وبهذا الشكل. من بعدها راح انتقل حق اللي هو مفصل الذراع بهذه الطريقه بشكل دائري، وايضا العكس بهذه الطريقه. انتقل حق الذراع الثانيه بهذا الشكل وبهذه الطريقه. انتقل حق ايضا منتصف الجسم بهذا الشكل. طبعا هذا التمرين راح يساعدني بشكل كبير على تحريك عضلات الظهر والعضلات الخلفيه للجسم، ايضا بهذه الطريقه. الحين طبعا راح انتقل حق اللي هو اربطه الركبه، احركها بهذا الشكل، ايضا احرك بهذه الطريقه بشكل دائري. انتقل حق الكاحل اللي هو الانكل بهذا الشكل، وايضا بهذه الطريقه. انتقل حق القدم ثانيه ايضا بشكل دائري بهذه الطريقة. الحين طبعا راح انتقل حق الاستطالات. الاستطالات لاحظ طريقة الذراع بهذا الشكل. هذه الطريقة راح تاخذ اللي هو منطقة الظهر، وايضا اخذ الذراع الثانية بهذه الطريقة. لاحظ ايضا ارفع الذراع الى الاعلى بهذا الشكل. لاحظ وايضا احرك الذراع بهذا الشكل. لاحظ منطقه الظهر شلون شدت معاي، وايضا احرك بهذا الشكل. الحين طبعا راح انتقل حق اللي هو التسخين الخاص. على سبيل المثال انا يكون تمريني اليوم مثلا حق عضله الصدر، خلصت من عمليات التسخين بالكامل حق الجسم، راح انتقل مع الدامبلز موجود معنا في هذه الحلقه. طبعا هذا الدامبلز عباره عن 5 باوند اللي هو 2.5 كيلو الواحد منهم، فبالتالي لاحظ راح اثبت الجسم بهذه الطريقه واحرك بهذا الشكل. راح استهدف عضله الصدر في هذا التمرين، لاحظ بهذا الشكل. طبعا عدد التكرارات من 30 الى 40 تكرار بوزن خفيف في على الاقل جولتين، على اساس استهدف العضله بشكل مباشر، وهذا يعتبر اللي هو تمرين تسخين العضله بشكل مباشر، وهو التسخين الخاص. فهذه افضل طريقه حق التسخين بالنسبة حق الجسم بالكامل. دائما اتبع هذه الطريقة على اساس تبعدك عن الاصابات نهائيا. وهذا كان تمريننا في هذه الحلقة، اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.